هذا يقول إنه إمام في بعض البلاد العربية، وأنه طلب منه أنه بعد أنه طلبت منه الوزارة، وزارة الأوقاف، أن يقوم عقب صلاة القيام بذكر، عقب صلاة القيام بذكر. هذا لم يرد أنه بعد صلاة القيام يكون فيه ذكر، فهذا لا يفعله، لا يفعل هذا الذكر، لأنه غير وارد. نعم.